فتت شيش طوق وراق وراق دجاج مخلية، عندي زبادي، زيت زيتون، مستردة، خل، عصير ليمون، عندي عصير ايه، ليمو ولا ليمون دي ما عرفش، طماطم مبشورة وملح وفلفل وبصل مفروم وتوم مفروم وتوم بودر، بصل بودر، بابريكا، زعتر، كمون، مكعبات البصل، مكعبات الفلفل، مكعبات طماطم او طماطم شيري. هنعمل رز معانا بالمرق والكركم والكاري، ونعمل اكل حلو ان شاء الله، معانا زيت او سمنه. وبعدين عندي صوص هنا بقى تاني، زبادي وتوم ومايونيز، ملح وفلفل، كزبره خضراء، هنقدمه مع عيش الشامي، وهنديها شويه لوز حسب الرغبه. هي محبشال الدنيا ومكبره الدنيا، كاننا مثلا هنلف في مواتير ولا هنعمل فستان سواريه، معرفش يعني. عمليه مش زي ما انت متخيله كده ومكبره المسائل يعني، عمليه هاديه وجميله يعني، ولا انا مش واخد بالي ولا ايه بالظبط يعني. حط حبه رز كده، وده ثوم مفروم، بعد كده ننزل بالدجاج بتاعنا اهو. كده نديها البصل، نديها الفلفل، ادي الزعتر، نقلب الزبادي كده، ملح وفلفل وبهارات، ونصلي على الحبيب. وادي شويه الطماطم اهو، نشيل بقى كل حاجه ونشوف هنعمل ايه في الرز. الرز بهرناه بس، ولسه ما ادلوش اي اضافات تانية، نديله شويه زيت. وادي الميه السخنه، بسم الله الرحمن الرحيم. حبه مستردة، انا حاسس ان انا شغال في مفاعل نووي لوحدي. ايه وادي اليوجرت، صلاه النبي احسن. الله يا بلادنا الله، بالصوص الحلو ده واليوجر معاه. ادي ملح وفلفل، وادي اخر حبه فراخ معانا هم.